التشريع الأسري المغربي أن نتحدث عن النسب في علاقته بالأم. مادة 151 دائما النسب له علاقة بالأب، والنسب دائما شرعي، وليس هناك نسب غير شرعي. في مدونة الأسرة النسب شرعي، والنسب له علاقة بالأب فقط في علاقته بأولاده. مؤسسة البنوة لا، البنوة إما شرعية أو غير شرعية، والبنوة تتحقق بتنسل الأب الابن من أبويه، من الأب والأم. وبالتالي البنوة إذا كانت شرعية فهي تدخل في خانة النسب، وإذا كانت غير شرعية فهي لا تدخل في إطار أو في خانة النسب، وتبقى فقط تنتج آثارها سواء كانت شرعية أو غير شرعية بالنسبة للأم فقط، ولا تنتج الآثار بالنسبة للأب إذا كانت هذه البنوة غير شرعية. نقطة جاز. في علاقة موضوع الكتاب السادس المتعلق به، كثيرات هن المغربيات وكثيرون هم المغاربة اللواتي يتزوجن بأجانب غير مسلمين، والذين يتزوجون بأجنبيات غير مسلمات، يصطدمون بمقتضيات المادة 338 من مدونة الأسرة التي تقول في حالة الوفاة وترك ذلك الأجنبي غير مسلم أو الأجنبية غير مسلمة تركة، فللطرف المغربي ليس له الحق في أن يرثه، ليس له الحق في أن يرثه طبقا لمقتضيات المادة 338 التي تقول لا توارث بين مسلم وغير مسلم، لا توارث بين مسلم وغير مسلم. كانت مناسبة سعيدة مع التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، تناقشنا وتطرحنا وكان هناك نقاش عمومي حول مدونة الأسرة والتغييرات والإصلاحات التي يمكن أن تطالها. طبعا تكلمنا على أن مدونة الأسرة شهدت واحد مجموعة ديال التغييرات على مدى مجموعة من السنوات 1957 1962 93، وأهم تغيير كان في 2004، هذه دابا تقريبا 20 سنة، وهذاك التغيير كان مس واحد المجموعة ديال المقتضيات اللي عطت بكل صراحة الحقوق الإنسانية للمرأة واعترفت لها نسبيا بمجموعة من الحقوق. الآن بعد 20 سنة كيتبين على أن هذا القانون هذا لازال يتطلب المزيد من التنقيح والمزيد من التغييرات، ونريده تغييرا شاملا وعميقا لمدونة الأسرة حتى يصبح متلائما مع دستور 2011 الذي اعتمد في بابه الأول على باب الحقوق والحريات. حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وميمكنش الإنسان يجي يقول أن حقوقه وهو لا يؤمن بالمساواة. مدونة الأسرة أو قانون الأسرة فيه كثير من التمييز، على ذلك الشيء أنا في المداخلة ديالي استطعت على مجموعة من التمييزات اللي كاينة، وهذا التمييز في الغالب كاين ضد المرأة. نقدر نعطيك مثلا أنا إلى ملقى الأستاذ زردة مع كامل احترامي، وطبعا كيغني النقاش ديالنا في المدونة الأسرة كاين الولد للفراش، أنا كنعتبر بالمنظور من الراجل. مثلا أنا كنعتبر على أن الولد للفراش ظلم للرجل، بينما هو المفروض أنه يكون هناك الخبرة الجينية، لأن هذا النقاش هو في الحقيقة واحد الظاهرة صحية جدا، واختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. غير كلنا بالنسبة للمدونة ديال الأسرة لا يختلف اثنان على أن المدونة ديال الأسرة بعد التطبيق ديالها من سنة 2004 إلى الآن
لمسنا عدة ثغرات وعدة إكراهات اللي حان الوقت أنها ضروري يكون لنا واحد التغيير اللي هو تغيير جذري. تغيير جذري اللي بلا ما نطول، تغيير جذري في الإجراءات ماشي غير في المواضيع، الإجراءات هي الأولى. رحنا كنلمسوها واقعيا، هي مقدمة المرأة 26 سنة ربات هذيك نقطة في البحر. فكاينين بزاف ديال النساء اللي هما عانوا من هذه المسألة هذه وإلى حد الآن ما واقفين لنا في القوارب رغم الأحكام. المسألة ديال الزواج القصيرات، المجتمع المغربي ككل بقى كيرفض هذه الظاهرة ديال الزواج ديال القصيرات. والزواج القصيرات رغم أن قانون جنائي حتى بالنسبة حرم وجزاء المتهم اللي كيغتصب ديك الطفلة القصيرة وكيسمحوا له بالزواج بها، راه الداخل ما تشوف قدام الأسرة ولكن كيمشيو كيجوجوه. كتجوج ديك الطفلة المغتصبة بالمغتصب وباقي كيعانيو بزاف ديال المشاكل وكيجيو عند الجمعية ومزوجين ليهم رغم أن القانون الجنائي كينص على عدم التزويج ديال القصيرة بالمغتصب لأن كيمشيو الوالدين وكيزوجوه. اولا كنشكر التنسيقيه الجهويه للحزب الاحرار جهه طنجه تطوان على هذا اللقاء العلمي الاجتماعي لمناقشه ورش تشريعي مهم هو تعديل مدونه الاسره. بطبيعه الحال كان النقاش غني سواء من المتدخلين او من القاعه، ولمسنا بطبيعه الحال الاخلالات والاكراهات اللي كتظهرت من خلال تطبيق ديال مدونه الاسره منذ 2004 الى 2023، يعني ما يناهز 20 سنه. كنتمنوا ان التوصيات اللي طرت في هذا اللقاء تترفع للمسؤولين وياخذوها بعين الاعتبار بطبيعه الحال. مساله النفقه، للاسف النفقه كتمشي مسطره عاليه وكيتم الحكم بالنفقه ديال الام الحاضنه وديال الاطفال ديالها. للاسف ما كنشوفو فين نبطلو. شوف هاد الشهاده شخصيه ديالي والاستاذه سلمى الضوضر كتعرفني والاستاذه رشيده دبابه كتعرفني، ما كنشوفو فين نبطلو. انا شخصيا 26 عام، البنت عندها في عمرها 26 عام، باقي لحد الان كنفتش فيه المرضى، جوجتها باقا كنفتش فيه المرضى. فين هي النفقة؟ فين هو التبليغ؟ فين هو التنفيذ؟ فين هي المدونة الأخرى؟ فين هي الإصدارة القانونية اللي كتخلي هاد الأم هادي تجيب الحق ديالها؟